الزيتون. السيارات بشكل جوج السيارات وقدامهم بشكل طايح. يعني هذاك القدامي فرانا سك على 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 البشكلات، الاخر دخل فيه، والبشكلات القيوس معوج ولكن ما كاين حد. شي فيكتيم ما كاينش. هذا أناسي، دابا دخلنا جيت أناسي. الأشغال ديال الطريق الوطنية رقم 6 كيفاش دواصلين، كاش دايرين. غادي نبداوها من حدا أتقداو ونوض. زيد أولدي، سير أولدي. هادي دار الشباب أناسي، حداه مركز التنشيط الثقافي. نخرجو غادي نقطو الطريق، نشوفو شوية الزيتون، حيت هاد ليامات ما بقيتش كنخرج للزيتون. قلت انا راه غادي ارخص، ساعة ما رخص والو، ما رخص والو. ما بقاش فيه بزاف الزيتون، واحد ثلاثة الأسابيع يعني. تبقات هاد 12 يوم في شهر 12، وغتبقى واحد الأسبوع آخر ولا 10 أيام في شهر 1. تقدر تبقى خلاص شي حاجة معطلة، كاين لي سورتو ديك لاربيك وين تيخلي واحد تطيب مزيان باش كتعطي، باش تعطي الزيت. هادي الكوميسارية ديال أناسي على اليسار،
البومبة تشال دي البومبة الجديدة. من أناسي جوج جهة لينصا محطة القوات هادو كبار، هادو كتر من 80، هادو على الأقل فيهم واحد المتر، هادو قوات كبار. هنا تيكون المشكل ديال الماء في هاد الجهه هادي على اليسار، هاد اناسي 3 واناسي 2 كيعطيو الماء، تيعطيو لهاد الفيلات هادو على اليمين. هاد الفيلات تيكون عندهم مشكل فاش تكون شي رعده، يكون عندهم مشكل مع دايرين لي كاف على ما تنظن، دايرين لي كاف ودايرين فيهم القواتس بعض المرات، يعني واخا ما تيجيش الماء من على برا تيطلع من القادوس، يعني راكم عارفين الماء تيخصو يقاد النيفو ديالو، خصو يقاد النيفو، يعني ملي تيهبط الماء في القادوس تيخصو يطلع باش يقاد النيفو، تيخرج في السوسول لا كاب. ولا تيدخل من على برا، المهم تيكون عندهم مشكل. بعض المرات تيجيبو تجي البومبية كاع تدير بومباج تتبومبي الماء منها. هذا لويستي، هادو اسواق مرجان على اليسار. البلاصة هذه في الحقيقة خصهم يديروا لها شي قنطرة ولا يديروا لها، لحقاش غيبقى هذا المشكل هذا يبقى دائما، وخا يديروا كاتر فوا، يديروا ربعة ديال الطرقان دوبل فوا ارون بوان داير ما كافيش. كتلاحظوا بانهم وصلوا بالقواتس اللي هنا على اليمين وعلى اليسار، دايرين ديروا كار هما باينينهم على اليسار باينين، هما معلمين بريص ومعاود حتى من هنا. كاينة الخدمة، كاين عدة آليات، هادو تيحطو القواتس هما على اليسار. ديك العرصة ديال اللوز، جنان اللوز، أنفا فيرما ديال اللوز، ها اليمين هادي هي لي دارت فيلات، هادي قاعة الحفلات مرجانة ها اليمين، معرفتش علاش قطعو تتبان هاد الطريق كاملة، ولكن راه فيها الخدمة، فيها الخدمة ليها هاد التريطوار الوسطاني في الحقيقة كانوا ينقصو منو شوي. يعني إلا جينا ندخلو البلاصة اللي في الوسط مع لي تروطوار راه قريبة متر ولا متر مشا من الطريق. هادشي زوين، هادشي
جميل. هذه يمكن كتساوي الارض، هذه كتساوي داك الشيء الماكينه. كانت الزفت المهم هذا الشيء زوين. الناس ان شاء الله بدات تاخذ حقها يعني من التهيئه من الاصلاحات. نتمنوا من الله يتسالى الاشغال ديال الترميم ديال المآثر التاريخيه. نتمنوا من الله يعني باش دار معامل مصانع دار باش تكون يعني شويه الخدمه باش تدور الحركه. فاش الخدمة عندنا من غير الفلاحة، من غير الفلاحة يعني الفلاحة بأنواعها. الفلاحة بما فيها الزراعة والرعي والماشية، شي علاش معتمدين شوية ديال الصناعة التقليدية. دوك لي زوزين اللي عندنا ديال الحي الصناعي داك الشيء ضعيف. دونك يعني شي انتاج راه ما كانت جوج زعما شي حاجه مكناس، ولكن يعني كنت تعتمد على السياحه. السياحه غادي تكون مزيان يعني الا دخلت السياحه غتكون مزيان. الطريق الوطنية رقم 6 تولال على اليمين، هذاك البليصة ما كيمكن غير خصهم يدوزو القواتس عادي فينيوها. ما مال هادو عندهم الخدمة هنا على اليمين، يعني على اليمين يعني ولات اون فاليز غرقة بزاف. مازال عندهم فيها الخدمة. هنا باقي الدرديب، هنايا هنا باقي الزديح. كنهضر على دار الضو، فهمتي هضر معايا شي حد وكنعاش له دار الضو، راه هي هادي، راه هي قدامنا دابا. أما هاد الإخوان اللي كيتصلوا بيا بالهاتف فاش كنعاش لهم، هادي هي اللي تنقولوا لها حنا دار الضو. جات هنا في التقاطع ديال الطريق الوطنية رقم 6 مع الطريق الإقليمية 701. هذه 701 هي اللي غادا راس جيري.
خاصو شتيوة، خاصو شي رشيشة. الله يرحمنا. ما عارفين وصلوا بهادي احدانا، حقاش كاين واحد الطرف، كاين واحد الطرف ما فيه ما يدار. الحرارة دائما 16. هادو تيبنيو السور لهاد البلاصة هادي، خميسات 45 والرباط 125 من هنا. هذا اللي قدامنا هو الرون بوان ديال لي جوندارم، هذا هو تم سمينو على لي جوندارم هذا لو رون بوان. الله يرحمنا، هاد الزرع خاصو الماء. اين الريح؟ هاد سمعوا هاتو الريح. شي خنيشات ديال الزيتون، ولكن هذا عليا لكن الاكثريه كيبيع هو هي الزيتون ديال الطبله ديال الماكله. خفيف مراقبه، ما كاينش قيف، يمكن قيف من الهيل. اليمين هي اللي كتدي لعين الجمعة، عندك تشوفوا سيدي سليمان وتمشيو معاه لسيدي سليمان من عين الجمعة اللي هي راه ناقصة راه عيانة. دابا
غيمشي لسيدي سليمان يدوز على الطريق الوطني رقم 27 على طريق سيدي قاسم. عندو شي شوية الزيتون باقي لها هما جايبين الزيتون نيش لا ماشي صح.